السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنبحثوا على واحد الدري سميتو اسامه موزون، والمعلومات ديالو مصيفطه ليا الام ديالو. انا غادي نصيفط لكم هي التصويره ديالكم. الله يجازي بخير، الله يجازيكم بخير، دير المجهود كامل لايجادي وجزاكم الله خيرا. هو هادي تقريبا راه واحد المده طويله على ما كتعاود الام ديالو، والام ديالو غادي تصيفط ليا الاوديو ديالو، غادي نصيفطو لكم ان شاء الله في المعلومات ديالو كامله. شحال هو مكتفي دابا تقريبا؟ تقريبا شي راه اكثر من عام تقريبا. كان في واحد السبيطار، هذاك السبيطار خرج، ملي خرج مات لا رجع. يعني كان كيقرا هو تبارك الله؟ لا هو كان تيقرا وداك الشيء، ولكن الام ديالو دابا ملي هما كان في مراكش، ومن مراكش كان كيداو مراكش، وملي مشاو بغا ياخذوه ما لقاوش، هو خرج خرجوه مشى من تماك ما تلاو عليه. مستشفى ديال مراكش. شكون اللي كيتحمل المسؤوليه في الاختفاء؟ ايوا تقريبا المستشفى هي اللي خلاته خرج. خرج وما دير لحد الان ما كاين حتى شي معلومات عليه. يعني كان هو مريض نفسيا؟ هو كان مريض نفسانيا، مريض نفسانيا. شحال عنده من عام؟ وتقريبا شحال الام ديالو؟ لا راه ما باقي الشاب تقريبا 24 26، انا ما عارفش السن ديالو، ولكن الام ديالو اللي عارفه غادا تصيفط لكم الاودي ان شاء الله، تكلم به ان شاء الله. شنو كان الطالب ديالو اللي شافوه في هذه التصويره ولا عنده عليه شي معلومات؟ الله يجازيه بخير يعلم عليه. ديال مراكش، يعني هو غادي يكون في النواحي ديال مراكش. نعم يقدر يكون في النواحي ديال مراكش. كيدير الحال الام ديالو؟ والحم ديالو حزينه جدا. الام ديالو بواحد الحاله ما شاء الله وصافي. اكثريه كتجيها تاع الغيبه ومسكينه. يعني بسبب الدويه؟ بسبب هذا الوليد ضل تبكي ليلا ونهارا، لان تازم ديالها تازمت لي بزاف. نطلب من الناس؟ ايوا نطلبوا من الناس اللي عنده شي معلومات عليه، ولا لقى في هذا الشفات التصويره يعلم به، راه غادي نصيفط لك. اسامه موزون؟ اسامه موزون. شحال تقريبا يكون عنده من عام دابا؟ تقريبا اش غنقول لك اودي، انا ما عارف السن ديالو، ولكن تقريبا عنده 24 26 عام. في هذا المستوى باقي شبابي. كان تيقرا واحد كيف ما كنعاود لنا الحد ديالو، كان تيقرا مزيان؟ كان كيقرا مزيان، كان موافق زعما في الدراسه ديالو. الاختفاء ديالو امراض عقليه، امراض عقليه وصافي. كان كيداو انا، راه كان كيداو انا في الدار البيضاء، وداو هنا الدار البيضاء، كان ملي يبغي يخرج يعيطوا عليه، وليا ملي داو لمراكش، مراكش في هذيك المستشفى خرج ما تلاوش، لقاو رجعوا باش يشوفوا لقاو بشا بحال. دابا هذه المستشفى يعني اللي كيطلق الناس في هذه الحاله هذه، يعني وضعيه ديال الاعاقه، اشنو تقول لهم يعني؟ ايوا نطلبوا الله سبحانه، اش غنقول لك؟ ما شاء الله وصافي، الله يهدي ما خلق. عيب وعار ان الدوله انه يطلق الناس. ايوا الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. اخر كلمه حاجه؟ وانا اخر كلمه نتمنى الله سبحانه وتعالى نجدوا في ان نوجدوا في اقرب وقت ممكن، واللي شافوا يبلغ عليه الله يجازيه بخير. شكرا. امين، جزاكم الله خيرا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم الى المقصود، وان يجعلكم عند حسن المرتضى، وان يحفظكم كما احفظ بالذكر الحكيم، اين ذهبتم وان ارتحلتم واين احللتم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم فيما تحاولون وتلامون ان شاء الله، وجزاكم الله خير، وادامكم الله رمز المروءة والبرهان، وايدكم على المحبه والاخاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.